احنا معبرين عن الاستعداد وابوابنا مفتوحه لاي مراقب دولي يخشى علينا وهذا ويعطي مصداقيه الانتخابات ويؤكد صدق اللعبه الديمقراطيه. اذا نختار نقول ان هذا اللقاء باذن الله تعالى ما هو لا يعد لقاء الاخير، تعد في لقاءات قريبه بحول الله. اداء منتهي صاحب الجلاله وتعتبر ان دور حاسم. شنو كيف متابعته؟